مساء الخير. جولة بروبرتي يورز على أبرز العقارات للبيع بعدها مستمرة. مثل ما عودناكم مشاهدينا، دائما عنا عقارات جديدة بتناسب كل الأذواق وكل الإمكانيات. كاميرا بروبرتي يورز عم تتجول على عدة مناطق. تابعوا شادي بجولة بست أوف لهالأسبوع واختاروا اللي بيناسبكم. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من 7 شقق، كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع كل طابق شقة. الفوطة دغري على الريسبشن اريا، بلاطر خام، ديكور جفصين، مطبخ، 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة الصغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. مطبخ الشقة مؤلف من كاونتر توب كوريان مع مجلس ستانلس ستيل. له كمان ميد روم وحمامه. تابع للمطبخ كمان بريكفاست اريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية فخمة وملبسة حجر 100%، مؤلفة من 7 طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4,057,000 دولار. لكجوريوس أبارتمنت للبيع بمنطقة البيادة على شارع كتير رايق، مساحتها 310 متر مربع، على الطابق الثالث من هالبناية يلي عمرها 6 سنين. مساحة الشقة من جوا 310 متر مربع، فولي ديكوريتد بالخشب والجبسن بورد، بلاطر خام بالأرض تليانة، بالإضافة للحيط، اي سي سنترال، شوميني، ودايركت وإندايركت لايتنج، 2 ريسبشن ارياز، وحدة داينينج، وبالكون مطل على الفيو. تواليت ضيوف كتير مميز، ملبس رخام ومزيك خشب مسيف بالأرض والحيطان. مطبخ الشقة كتير مميز، واسع، الحيطان ملبسة بجرانيت، الإكويبمنت ستانلس ستيل وأنكاستري، بالإضافة لميد روم وحمامة. ثلاث غرف نوم لهالشقة، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لتي في روم بالنص، أرضية غرف النوم مجهزة بباركيه، كل غرفة نوم مجهزة بخزانات خشب بالحيط وسبلت اي سي يونت. ماستر بيدروم كتير واسعة، بميزها الخزانات الخشب بالحيط وأكيد التواليت. من بعد ما شفنا هالشقة الفخمة كتير، طلعنا لبرا على البلكون يلي مجهز بأرضية خشب مسيف تك ضد المي، بينفك وبيتركب للصيانة والتنظيف، بالإضافة لكورتن جلاس على البلكون، قاعدة حلوة كتير، شوفاج، فيو على البحر، باركينج تابع لهالشقة تحت البناية من خلال بوابة على الكهرباء. الشقة من جوا 310 متر مربع، 3 غرف نوم، وحدة ماستر،
اي سي سنترال، شميني، شوفاج، وحاليا للبيع ب 870 الف دولار. مطيلب 697، بروجيه بالمطيلب بمنطقة كتير رايقة، مألف من بنايتين سكنية، بلوك A كل طابق شقة بمساحة 300 متر مربع، بلوك B أوطى منه كل طابق شقة بمساحة 210 متر مربع. البنايات بمطيلب 697 ملبسين حجر وإليكو بوند مع درابزين إزاز. بلوك A مساحة الشقة فيه 300 متر مربع، من الأنتري على ريسبشن أريا، سالون، قعدة وسفرة. هالأريا هون مجهزة بـ AC سنترال وفيها بلكون مطل على الفيو. مطبخ الشقة الكاونتر جرانيت، خزانات خشب ملبسة قشرة PVC ضد الماء، المجلى ريزين صب من النوعية المرتبة. هيدي الاريا هون بلكون مسكرينه كرمال اللاندري، ومن خلالها ميد روم مع حمامه. اربع غرف نوم لهالشقه، اثنين منهم ماستر، بالاضافه لفاميلي روم. كل غرف النوم وصلن الاي سي سنترال، مجهزين بستور على الكهرباء، والبعض منهم في لهم خزانات خشب بالحيط. البلوك B بمطيلب 697 مساحة الشقق فيه 210 متر مربع، مماثل للبلوك A، صالون، سفرة، قعدة، اي سي سنترال وبالكون مطل على الفيو كمان. مواصفات المطبخ كمان مماثلة لبلوك A، كمان له ميد روم وحمامه. ثلاث غرف نوم لهالشقة، وحدة منهم ماستر، ومجهزين بستورات على الكهرباء. مطيلب 697 بروجيه بيميزه كتير اشياء، برايم لوكيشن مع فيو صوب البحر للبنايتين ما بيتسكر عليهم، كل طابق شقة بلوك A 300 متر مربع وبلوك B 210 متر مربع. بعد في شقة مع تراس وشقة دوبلكس، كل شقة إلها باركينج تحت الأرض بالإضافة لموتور للبنايتين. هلأ بالمراحل التسليم، والستارتينج برايس 1900 دولار بالمتر. بمنطقة البيادة بالمتن، بشارع كتير فخم، بناية under construction كتير فخمة للبيع. خلينا نشوفها سوا. بناية البيادة 860 بناية مؤلفة من شقتين على كل طابق، كل شقة مساحتها 325 متر مربع، تواليت للضيوف مع مطبخ، وثلاث غرف نوم ماستر. الريسبشن اريا هون كلها مفتوحه على بعضها، بلاط رخام بالارض متر بمتر قياسه، شوفاج مع شمينيه، بالاضافه لاي سي سنترال لكل المنطقه. الشقق بمراحلهم الاخيره، كل شقة في إلها ثلاثة ماستر بدروم مع فاميلي روم بالنص، غرف نوم كبار، والماستر بدروم الأساسية في إلها ووك إن كلوزت. بناية البيادة 860 بناية معمرة بهاي كواليتي ماتيريال، في نساج رح يكون كتير حلو، في إلها فيو على البحر، باركينج تحت الأرض وسولر باور للمي السخنة، 325 متر مربع، ستارتينج برايس 2900 دولار بالمتر،
والدليفري ديت بصيف 2013. فيلا جديدة للبيع بمنطقة عمشيت بقلب جيتد كوميونيتي، كلها فيلل، تبعد 10 دقايق عن الأوتوستراد وفي لها فيو مطل على البحر. الفيلا من برا قسم منها ملبس حجر وقسم الثاني بيتون بروت، بالإضافة لفنس حديد على كل الأرض. الليفينج اريا تبع هالفيلا مؤلف من 1000 متر مربع سكن، مقسم على 5 طوابق، طابقين تحت الارض وثلاث طوابق فوق الارض. طابقين يلي تحت الارض بيتضمنوا طابق للباركينج وطابق للميد روم والشوفور. هيدا الطابق اللي هون بيتالف من غرفه للضيوف مع حمامه، مطبخ، واكيد الريسبشن اريا بتطلعنا لبرا على التراس. هيدا تاني طابق للفيلا بيتألف من ليفينج اريا بالإضافة لأربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر. كل غرفة نوم بتطلعنا على بلكون صغير بالإضافة لخزانات خشب بالحيط. هيدي الماستر بدروم الأساسية إلها واجهة كتير كبيرة مطلة على الفيو، بالإضافة لشوفاج اي سي سنترال، وأكيد ووك إن كلوزت مع حمامة. آخر طابق لهالفيلا طابق الشاحت، بعده كله مفتوح على بعضه، مجهز بيه التواليت بالإضافة لتراس داير من دار. مطبخ هالفيلا مساحته لحاله تقريباً 35 متر مربع، مجهز بكاونتر توب جرانيت، فولي إكويبت بمكانات ستانلس ستيل وأنكستري، بالإضافة لوركينج أريا بالنص كتير كبيرة. شكلها ولونها للفيلا كتير مودرن، الماتيريال يلي مستعملة فيها من النوعية المرتبة، فينيشينج هاي اند، درابزين ازاز لكل التراسات بالإضافة للدرج الداخلي، أرضية كلها رخام بالإضافة لديكور جفصين، اي سي سنترال بكل الفيلا، شوفاج على الميزوت بالإضافة لتدفئة بالأرض، 5 غرف نوم، 6 حمامات، فولي اكويبت كيتشن لهالفيلا. الارض يلي مبنية عليها الفيلا مساحتها 1200 متر مربع مطلة على فيو بحر ما بيتسكر عليه. مثل ما ملاحظين مشاهدينا، عقارات عديدة ومنوعة، وبالنهاية عليكم تختاروا يلي بيناسبكن وبيرضي أذواقكن. أنا وكل فريق عمل Property Yours بنشكر كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا من لبنان والخارج. عم نتلقى اتصالات كتيرة عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة، وأكيد عبر الرسائل اللي عم تجينا على info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكن عم بتابعونا على الموقع الإلكتروني propertyyours.com وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم المستجدات. تابعونا بحلقة بكرة. بونسوار.